السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله فيديو مهم وجميل بإذن الله. الفيديو هو رد على سؤال وهينفع إن شاء الله في حلقات تانية، سلسلة جديدة إن شاء الله هنعلن عنها قريب بإذن الله. لكن في البداية طبعا بحب أشكر كل متابعينا المحترمين واللي بيعلقوا لنا تعليقات إيجابية دايما، تحياتي لكم جميعا. جالنا سؤال من أخونا خالد عمارة معنا على القناة، بيقول إنه عايز يربي جوزين في البلكونة وجزء يقفل عليهم ما يطيرهمش خالص، فبيسألني إيه نوع الحمام، هل ينفع، وإيه نوع الحمام اللي ما يزهقش من قلة الطيران. السؤال ده مهم جدا وكتير قوي بيسأله طبعا، لكن في حاجة في جزئية مش مظبوطة. إيه هي؟ أنا ممكن تسألني تقول لي أربي إيه، أقول لك أنواع، لكن ما ينفعش اقول لك انا تربي ليه، لازم انت اللي تبقى عارف تربي ليه. يعني ايه؟ مثلا عايز تربي حمام تاكل منه، اقول لك الانواع اللي ممكن تاكل منها. عايز تربي حمام تكسب منه فلوس، هقول لك الحمام اللي ممكن تبيع منه. تقول لي عايز اربي حمام انشه، اقول لك. عايز حمام ترميه كمسابقات، هقول لك. لكن لو انا هقول لك ليه مش هينفع، انت اللي تبقى عارف ليه انت بتربي ليه. يبقى في البداية قصة ان انت تربي في البلكونة حمام مقفول عليه خالص ينفع. انا عندي العين 80 في 50، دي العين عشان كتير قوي سألني ده مقاس العين اللي الحمام ما بيطيرش، 80 في 50، اقل من كده لازم بفتح له يطير، لكن المحبوس على طول 80 في 50. شوف انا عدتك مرة 80 في 50، ليه؟ علشان يبقى عنده حياته كلها جوه المساحة دي، كل حياته. بحتاج المساحه دي في ايه؟ احيانا بحط طاجنين، يكون تحته مثلا زغليل واحط له طاجن تاني يحص فيه، او واسع هو بيتحرك او بيهوي كويس. فلازم طبعا طالما انت هتقفل على الحمام يبقى رقم واحد تكون العين واسعه، ان هي الحمام يبقى مبسوط فيها ومرتاح، يكسر براحته ويعمل كل حاجه براحته. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتربي طبعا اي حمام ممكن ان انت تقفل عليه وما تفتحلوش ابدا، اي حمام في الدنيا اي نوع مش مشكله، يعني ما فيش حاجه اسمها حمام هيزهق من اي حمام هيزهق في البدايه وبعد كده هيتعود، ولو انت جيت فتحت له مش هيرضى يطلع. يعني الفيديو انا كنت عامله امبارح تقريبا بتاع ضم الزغاليل والنش، كان في جزء قافل عليه بقالي فتره، لما فتحت له اكيد انتوا شفتوه، يعني الناس اللي شافته مش عايزين يطلعوا من العين، لان خلاص هم حياتهم بقت جوه العين دي. شوفوا ده حمام بقاله فتره مطار، شوفوا لما بتفتح له الحمام بيخاف من الطيران. عشان كده دايما بنقول حتى لو عندك اسوس وانت مربي في بلكونه، لو الاسوس دي طايره هويها من وقت للتاني، يعني افتح لها خليها تطلع. فاي نوع حمام ممكن تعوده على الحبس، دي مش مشكله. طيب تالت حاجه، انت بتربيه ليه؟ عشان اقول لك الانواع اللي تنفع ان انت تربيها وتبقى محبوسه دايما، لازم اعرف انت بتربيه ليه. انا هقول لك امثله عشان تبقى شامله الناس كلها، عشان تنفع الناس كلها. لو انت هتربي حمام عايز ترميه من مسافه او تخش مسابقات، يبقى الحمام الزاجل. لو عايز تنش حمام تطير حمام من البلكونه ويرجع لك، ده سواء زاجل هينفع، استرالي، شوامة، غزار، طبعا ده في البداية اهم حاجة. فأي نوع من الانواع دي هتنفع. وفي بعض انواع الحمام الزينة بتنفع تطير، يعني بس طيران بيبقى على قدها. وطبعا اللي احنا قلنا الشوامة، الشقلبزيات ضمن الشوامة. طيب لو انت بقى عايز تربيه علشان تاكل منه، يبقى هيبقى قدامك لحم فرنسي او بلدي او جمعيه اللي هو الزاجل، بس طبعا يعني المستوى الضعيف شويه، بحيث ان انت برضو ما ينفعش الزاجل يعني ان انت تاكله، لان هو بيترمي ومسابقات وحاجات زي كده، الا اذا طبعا كنت انت مش بتستخدمه في حكايه المسابقات دي، لان بيبقى فيه منه احجام كبيره زي الكريزلي، وساعات بيتعمل تهجين مع حمام تاني بتبقى حجم الحمامه كبير وانتاجها زياده فبتبقى حلوه. طيب لو انت عايز ان انت تمسك منه فلوس، عايز تكسب، يبقى قدامك الحمام اللي بيجيب فلوس.
يعني ما تروحش مثلا تجيب لي جوزين جمعية او جوزين شوامة وتقول لي انا هكسب منهم فلوس. طب هتكسب منهم فلوس ازاي؟ يعني الجمعية ده لازم يكون بطل ويكون يعني محامك معروف عشان تكسب منه. الشوامة هتبيع ايه؟ زغلولين ب 30 40 جنيه ولا حتى 100 جنيه؟ مش فلوس يعني. يبقى عشان تكسب فلوس لازم ان انت عايز تربي لك جوزين، ربي جوزين، هاجي قصادهم مثلا جوزين تحضين برضو نفس الكلام، واربع تجواز عندك في البلكونه. هتجيب ايه الجوزين دول؟ اي حاجه حمام بفلوس. يعني في الحمام اول حاجه طبعا الحمام الغزار، اي نوع في الحمام الغزار، بس تجيب مستوى عالي. المستوى العالي اللي هيجيب لك فلوس، اللي هيبيع نفسه هيسوق نفسه. لكن ما تجيبش حمام مستوى قليل وتقول الحمام مش بيتباع ليه او بيتباع رخيص ليه. طب ما هو علشان هو مش كويس. يعني من قبل ما تقلب الحمام بتبص على الزغلولين كده، لو واحد اداك فيهم رقم غالي وانت حاسسهم يستاهلوا او حتى اعلى بتدفع، لان انت عارف انت هتعوض الفلوس دي. لكن ما ينفعش جوزين كده شكلهم تعبان والريش بايظ وتيجي تقول لي فلوس غالية، طب انا هدفع لك على ايه؟ يبقى انت بتحدد مصير نفسك. احنا قلنا الحمام الغزار، اي نوع في الحمام الغزار يكون نوع نظيف وغالي. والحمام المراسلة المصري نفس الكلام، غالي ويجيب فلوس برضه، الابيض والاسود واي لون تاني، خصوصا الابيض والاسود طبعا. او بقى حمام الزينة، حمام الزينة بانواعه اي نوع تقدر عليه. التلات انواع دول اللي هو الحمام الغزار او حمام المراسلات او حمام الزينة، هتلاقي مثلا ممكن تبيع زغلولين ب 500، زغلولين ب 1000، باكتر. الحمام طبعا بيعلى، في فرد بيوصل ل 25 و50 وفي اكتر من كده طبعا. يبقى انت بتربي الحمام ليه؟ دي ترجع لك انت. تربي نوع ايه على حسب انت برضو ما احتياجك، انت بتربيه ليه؟ مجرد هتاكل، مجرد هتطير، عايز تكسب فلوس، ده حاجه ترجع لك. طريقه التربيه معانا في قناه الغيه، هتتعلم التربيه، هتخش على فنيات الغاوي الناجح في الغية، قايمة هتلاقي فيها كل الاساليب ان انت تفرخ كويس، وان انت تتعامل مع الحمام، وان انت تلقي الحمام يعني تجوزه، وكل حاجة، كل حاجة في تربية الحمام. في النش هتلاقي برضو قايمة النش من البلكونة، وفي الرمي والحمام الزاجل هتلاقي، يعني كل حاجة ان شاء الله، حتى تقليب المواصفات الحمام هتلاقيها، يعني كل حاجة محتاجها هتلاقيها. بس في البداية لازم انت تحدد انت هتربي ليه. فعلشان ما نبعدش من سؤالنا، يبقى انت تقدر تربي حمام مقفول في البلكونه، وتقدر تربي اي نوع، مش هيقول لك لا، بشرط ان العين تكون واسعه بزياده. يعني ما تقوليش 50 في 50، 50 في 60 مناسبه، لكن الحمام مش هيبقى مرتاح. انا بالنسبه لي 80 في 50 دي حاسسها ان هي تنفع اقل حاجه، خصوصا لو انت هتجيب حمام كبير احجام، يعني مثلا كينج، الحمام اللاحم برضه تقيل شويه، الحمام الغزار طويل شويه، يعني الحمام عامه عشان يعرف يهوي. يبقى زي ما اتفقنا، هتربي في البلكونه محبوس مفيش مشكله. هتربي ايه؟ ده على حسب انت بتربيه ليه. يبقى تحدد انت بتربي ليه وهتعرف تربي ايه. وما تسترخص حمام تروح تجيب حمام رخيص مش هتعرف تبيعه، ده لو عايز تبيع، عايز تبيع هات حمام غالي. يعني بالنسبه للحمام الغزار مثلا، هتلاقي الاصفر ورق جميل، الريحاني، القطقاطي، الاسود الغزار، الاحمر الغزار، المرقع، انواع كتير جدا، والمستوى العالي بتاعها هيجيب لك فلوس طبعا، والبول والكلام ده كله. ده غير الصوافه طبعا، الصوافه برضه بيجيب فلوس وما شاء الله فلوس كتير. بالنسبه للمراسله نفس الكلام زي ما قلنا. بالنسبه للحمام الزينه طبعا، اي نوع زينه، في انواع طبعا رخيصه مثلا في سكه ال 500 وال 1000، وفي اعلى من كده، فحسب مقدرتك برضو. يبقى احنا كده اتفقنا ان انت تقدر تربي من البلكونه، وتقدر تربي حمام مقفول زي ما انت عايز، وعلى حسب النوع اللي انت عايزه اي حمام هيتربى معاك. لكن في البدايه وفي النهايه انت اللي هتحدد انت عايز ايه من الحمام دوت. في ناس كتير بتصرف من الحمام زي الفل، وفي بياكل منه، وفي بيطير، يعني حسب دماغه بيشتغل. اهم حاجة في البداية ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه وليه. والاهم من ده كله انك تعمل المكان الصح الاول للحمام، يعني ما تجيبش حمام بعد كده تبقى تشوف هتعمل له عشة شكلها ايه، لا، ايا كان المكان بتحدده الاول، وبعد كده بتجيب الحمام. اتمنى تكون الفكرة وضحت. تحياتي لكم جميعا من قناة الغية، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.